غزل؟ ازيك يا نديم؟ اتفضلي. أنا عارفة إني زعلانة مني أوي، أنا عارفة. أنا جاية أطمن عليكي، مش جاية أتكلم على اللي فات. آسفة، أنا آسفة. أبوس إيدك سامحيني يا غزل، سامحيني. أبوس إيدك تسامحيني. أنا عارفة إن أنا وحشة، عارفة ربنا ابتلاني بالمرض عشان أنا أستاهله. أنا كنت غدارة وطماعة، كنت بوشين، كنت بتبقي عايزة نصيحتي وأنا بقول الكلام اللي في مصلحتي أنا وبس. كنت بستغل كل اللي بتحكيهولي واروح احكيهوله عشان احببه فيا وابعده عنك. اللي جوايا كان غير اللي برايا. انا مش الاخت ولا الصديقه اللي انتي كنت فاهمه انها بتحبك. لا، تخيلنا أنا كان نفسي أموت وعيني ما تجيش في عينك تاني، وبرضه كنت عايزة أشوفك عشان أقولك سامحيني واغفري لي. خلاص يا نديم، مش لازم الكلام ده، احنا كلنا بنغلط. أهم حاجة دلوقتي إن أنت ربنا يشفيك وتقومي بالسلامة. حبيبتي أنا خلاص مش هقوم من اللي أنا فيه ده تاني، أنا بموت، بموت، شهور وهبقى تحت، خلاص مش هبقى على وش الدنيا. بس أنا مش زعلانة على فكرة، أنا مبسوطة. كنت هكمل إزاي؟ هكمل إزاي؟ وفلوس إيه؟ فلوس ايه اللي انا كنت عايزاها؟ كنت هعمل بيها ايه الفلوس دي؟ ده انا ما بعرفش اجيب لنفسي كوبايه ميه، اجيبها بالعافيه. هتعمل لي ايه الفلوس؟ ها؟ هتعمل لي ايه الفلوس وانا ما بنامش بقالي سنين عشان نسيت احساس راحه البال؟ هتعمل لي ايه الفلوس وانا المرض بياكل في جسمي كل يوم؟ بس انا ما عرفتش الكلام ده غير متاخر، متاخر قوي يا غزل. عارفه انا لو ليا طلب واحد في الدنيا دي قبل ما اسيبها هيبقى انك تسامحيني وتحضنني. مسامحك يا ندي، انا مسامحك، مسامحك يا ندي. يا جدع بقول لك، رجالته كلهم قلبوا عليه وسابوه ومشوا، وهو قاعد سكران مش دريان بحاله. ما
مفيش الا نوعه في المزرعه. اسمع دهبي، لو انت عايز تعمل نمره وتخلص عليه مفيش احسن من دي فرصه. وهات كمان ابو خاطر معاك عشان يفش غله. تمام، استناك عند الباب. نمر دي وين؟ رحمة النبلة تسامحني، أنا عارف إن أنا غلطت. قول ما يجوا سامحك. واحد يا حمزة. واحد. يلا. ياخ ديو، ايه الغاغه اللي انت عاملها؟ يعني تتكتروا عليا وتأيدني وعايز تضربني بالنار؟ هي دي اصول المعلمه برضك؟ طب حد غيرك يقول الكلام ده؟ وانت عملت ايه مع مالك غير كده؟ عايز تعرف عملنا ايه مع مالك؟ اقول لك اخويا، احنا غفلناه وبعدين جبناه وسحلناه على اوضه، والواد عين ياخ ديو كان بيعيط ويترجى في ايه؟ ويترجى في حمزه. صراحه غريب، الواد كان خايف قوي لدرجه ان في لحظه خفت يصعب عليا. الكلام ده حصل يا حمزه؟ حصل يا غريب. انا مالك اترجاك عشان تساعده؟ لو كان حصل غير كده كان زماني مكانه، ما كانوش هيرحموني. بس كنت هتموت راجل، انت لما انت هتموت مرض دلوقتي. توعدتني ان انت هتسامحني يا غديوي.